يقول: من جاء من بلده للعمرة وأداها ولله الحمد ويريد أن يعتمر مرة أخرى، فهل يصح أن يلبس لباس الإحرام من مكان سكنه ويذهب إلى الميقات ثم ينوي العمرة، وما هو الصواب؟ لا بأس بذلك. مسألة اللبس، لبس الإحرام أمرها سهل في أي مكان، لكن النية إن للعمرة لمن في مكة، نية العمرة لمن هو داخل مكة أن يخرج إلى التنعيم أو إلى الحل أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة أو إلى حدود خارج حدود الحرم، ثم ينوي ويلبي، ينوي العمرة ويلبي.